القرآن الحكيم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعنا القرآن والرسول والحسين والحسن والزهراء وغيرهم من الأئمة الطاهرين ذاك اليوم يحبنا الله، ولا الله اعتباطا ما يحبنا. إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني يحببكم الله. أكو اتباع في صلاتنا في صومنا في حجنا، أكو اتباع. لكن في أمتنا الواحدة أكو اتباع؟ لا. في أخوتنا الإسلامية أكو اتباع؟ لا. في حرياتنا الإسلامية أكو اتباع؟ لا. فيحببكم الله ماكو. إذا ما أحبنا الله وبالفعل الله ما يحبنا، لأن محبة الله لها آثارها. دليل أنه تركنا، الله ما تركنا. 200 مليون مسلم عندنا في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وهم تحت أشد أنحاء الكبت والإرهاب 70 سنة. الله يحبنا يخلينا 70 سنة تحت الكبت والإرهاب؟ عندنا في أفغانستان 1 مليون قتيل و6 ملايين مشرد من أمة نفوسها 20 مليون، والقتل يمشي فيهم ليل نهار. الله يحبنا. السجون في كل العالم الإسلامي ممتلئ بالشباب والشابات وهم تحت أشد أنحاء التعذيب، وكلكم تعلمون هذه القضايا. الله يحبنا. اللهم يحبنا، لأننا لا نعمل بقوله أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نحن ما عندنا وفاء بعهد الله. قولوا نصلي نصوم نحج، هذا كله صحيح. الطائرة فيها 1000 جزء وقطع لكن أجنحة ما عندها. تطير السيارة فيها 1000 جزء وقطع لكن شروخ ما عندها، عجلات ما عندها. تسير الإنسان كل أجهزته صحيحة لكن خذ قلبه إنسان كل. آيات القرآن هكذا. الله يذم أناسا يحكي عنهم بقوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. شوف الله شنو يقول. يقول أولئك هم الكافرون حقا، يعني الذي يؤمن ببعض آيات القرآن ولا يؤمن ببعض آيات القرآن في منطق القرآن أولئك هم الكافرون حقا.